أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قال عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجراني إن هناك عجزا كبيرا في الموازنة المالية إذا تم احتساب سعر البرميل على 53 دولار، وأضاف أن البرلمان سيضع فقرة في الموازنة لمنع حكومة عادل عبد المهدي من الاقتراض لأن البلاد تغرق بالديون الخارجية، بينما لا يوجد تقرير رسمي معتمد من قبل السلطات عن حجم الديون التي تقع على كاهل البلد. ومن المقرر أن تبدأ اللجنتان المالية والقانونية في البرلمان نهاية أيلول الجاري بإجراء مناقشات حول الموازنة الجديدة وسط توقعات بوصول العجز إلى 30 مليار دولار. هدد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي بفضح الشخصيات المستحوذة على بعض شركات وزارة الصناعة والمعادن، وقال سعد الخزعلي إن هناك ملفات كبيرة وخطيرة تخص سطوة جهات متنفذة تسيطر بشكل كامل على عدد من شركات وزارة الصناعة والمعادن. وأضاف سعد الخزعلي أن هذه الشركات أصبحت تخضع لسطوة العوائل المتنفذة في حكومة عبد المهدي وتدار من قبلها لا من قبل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن عددا من الشركات أصبحت مملوكة لبعض العوائل المتنفذة في الدولة. ذكرت وسائل إعلام أردنية أن تصدير النفط من العراق إلى بلادها يواجه عراقيل كبيرة، وبحسب تلك الوسائل فإن صاحب شركة النقل نائل الذيابات عزى سبب التأخير إلى عراقيل وضعها الجانب العراقي أمام الشركة الناقلة، حيث ترفض جهات عراقية تحميل ناقلات موجودة في محطة بيجي شمال العراق لأسباب غير مفهومة. وطالب نائل الذيابات وزارة الطاقة والثروات المعدنية الأردنية بالتدخل لإيجاد حلول جذرية وناجعة للمعضلات التي تواجه الناقلين. وكانت وزارة النفط في العراق قد أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء تحميلها الحوضيات لتصدير نفط خام أو نفط خام كركوك إلى الأردن، إلا أن قرارها هذا يواجه ببيروقراطية تحول دون تنفيذها. فازت شركة دايو للهندسة والبناء الكورية الجنوبية بعقد تبلغ قيمته 70.35 مليون دولار لبناء طرق مداخل ميناء الفاو الكبير الجديد في البصرة. وذكرت صحف كورية جنوبية أنه بموجب الصفقة مع الشركة العامة للموانئ ستكمل شركة دايو الطريق بطول 14.5 كيلومتر بحلول أيار من عام 2012. وكانت الشركة أو 2021 وكانت الشركة قد فازت في وقت سابق من هذا العام بعقد قيمته 199.75 مليون دولار لبناء محطة الحاويات بالفاو ضمن المرحلة الأولى. كشف الجهاز المركزي للإحصاء أن ثلث سكان الريف يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، وقال الجهاز في إحصائية أعدها لعام 2018 أن نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه الصالحة للشرب في عموم البلد بلغت 82%، شكلت نسبة سكان المخدومين بهذه الخدمة في الحضر 91%، في حين ما يزال أكثر من ثلث سكان الريف غير مخدومين بهذه الشبكات إذ بلغت نسبة المخدومين 63%. وأضاف الجهاز أن أعلى متوسط لنصيب الفرد سجل في محافظة وسط وقد بلغ 580 لترا في اليوم، في حين كان أقل معدل في محافظة صلاح الدين حيث بلغ 190 لترا. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والسوق النفطية.
ختام تقرير الاقتصادي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.